اختيار محرج. سليمان فرنجي، سعد الحريري. مظبوط انه محرج. نبيه بري، سمير جعجع. نبيه بري، لما قال لك انه الرئيس عون طالع على معراب للاتفاق مع سمير جعجع، شو حسيت بهيدي اللحظه؟ يعني كان يعني انت ابن شهيد رئيس حزب القوات اللبنانيه، انا ما بتامل فيه خير. الشيخ بشير جميل، امين عام حزب الله. إبراهيم كنعان، الياس أبو صعب. لكن كنا حاطين حطاته لإبراهيم. لا مش هالقد. مش تسيله يا صح؟ شامل روكوز، عصام أبو جمرة. ما في واحد إلا أنه ما كثير بتعرف ولا أمنعك. جان عزيز، جوزيف أبو فاضل. ما فينا نقول باس. تعتبر وجود جان عزيز في دائرة الرئيس عون الصغرى كان خطأ؟ وقتها كان معنا كان يعرف كيف يفتي ويخيطها للخبرية. واليوم يفتكر عم يعمل نفس الشيء بالعكس. ماشي ديا دي مصادق. أوف 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 أوف. سؤال محرج في السياسة، أين فشل التيار الوطني الحر أكثر؟ أنا مع التدير الجنائي. أنت تبنيته لأنك عارف أنه ما رح يمشي التدير الجنائي. لما تعرضت السعودية لقصف يمني ما طلعتوا استنكار. لما تم استدعاء السفير الإيراني للخارجية ورفض أنه يجي. الحزب الأقوى في الشارع المسيحي اليوم التيار الوطني الحر. في أسوأ من اللي نحن عم بنمر فيه بلبنان اليوم؟ بأي عهد صارت إنك أنت تمنع قاضي إنه يكمل تحقيق؟ ليش أنا مني حمي؟ هيدا مخبى ببنشعة وهيدا مخبى ما بعرف وين. اتفاقية مان مخايل، مين استفاد أكثر، أنت ولا الحزب؟ لبنان شو استفاد منكم؟ أحداث الطيوني كانت هديك، هن عم بيقولوا إنه هن كانوا عم بيدافعوا عن الشرقية. مع مين كانوا عم بيدافعوا؟ ليش بيبيننا الشلوحي دفعتوا عن نفسكم تابعين الرمان؟ صاروا مجرمين اللي دفعوا عن نفسهم. ما قلنا مجرمين. بلا جبران بيسيل قال هذا المجرم. العنتريات كانت محضرة من قبل بليلة وفيديوهات وصلبان. حدا يفسر لي شو يعني وقت واحد يكون عم بينادي شيعة شيعة؟ موقف محرج. زيد بقرار من الجنرال تبعك يا خواجة. هيدا فخامة رئيس الجمهورية، ما انه الجنرال تبعي. أسود وأبيض. مش هين تلاقي حالك هيك الخير اللي كانت معه بجيبته وقت استشهد ما فرقتني من 31 سنة يا حرمان. إن شاء الله من مطرح ما هو فوق يكون راضي على كل شيء أنا عملته.